وسط حضور كبير أطلقت هيئة الطهي في مدينة الرياض مهرجان الوليمة للطعام السعودي، والذي احتوى على تجارب ثرية عبر تذوق الأطعمة التقليدية والكثير من الفعاليات التي تلبي جميع الأذواق وتمثل مختلف مناطق المملكة للتعريف بتراثها وهويتها وأطباقها، وتتضمن العروض الأدائية وعروض الطهي وفعالية الطهي المباشر والحرفيات. في هذه الفقرة أرحب بضيوفي الذين تخصصوا في جمع وتجارة العسل الجبلي، والذي يتميز طريقته الخاصة في التعامل مع نحل العسل وطريقة جمعه. اسمحوا لي أرحب بضيوفي عبر سكايب الأستاذ دخيل الأحمدي وابن الذي سار على درب عائلته وليد الأحمدي. أهلا وسهلا بكم في ساعة شباب. وأستاذ دخيل، يعني بداية، كيف تنقل لنا الأجواء في مهرجان الوليمة للطعام السعودي؟ اهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين. الحقيقه انا فخور اني اظهر معكم من خلال هذا البث الجميل، وفي هذه الاجواء الاحتفاليه، الاجواء المهرجان الجميله واجواء مدينه الرياض اللي والاجواء اللي فعلا اضفت على هذا المهرجان شيء جميل. كذلك استاذه، انا الحقيقه احنا طبعا مشاركين زي ما تفضلتي في مهرجان، في هذا المهرجان، وبعسل من منطقة المدينة المنورة من عسال الجبال، وإحنا فخورين ووجدناها فرصة أن نظهر من خلالكم ونعرف الناس بأهمية العسل السعودي وكيفية استخدامه. وأكيد ودنا نعرف تفاصيل منك أكثر عن هذا الموروث اللي يستحق فعلا أن نعرف تفاصيل عنه، وهو العسل الجبلي. أكيد إحنا أبدا كلنا أذان صاغية لكم، وإن شاء الله ربنا يوفقنا أن نقدم شيء يخدم المتلقي والمستمع ويعطي معلومة للجميع. طيب يعني أستاذ دخيل، كيف وأين يتم عادة جمع العسل الجبلي، وما هي الصعوبة في هذا النوع من العمل؟ طبعا هو الطريقة التقليدية القديمة، استخراج العسل بطريقة قديمة جدا. هي احنا اول منطقنا ودائما العسل يتواجد في المناطق المرتفعة، يعني منطقتنا احنا منطقة الفيقرة غرب المدينة المنورة، تقريبا ارتفاع عن سطح البحر ب 2000 متر. مارسوا اهلنا منذ القدم، يعني من قبل اكثر من 500 سنه، حتى انه في احد الصحابه اهدى الرسول صلى الله عليه وسلم عسل من جبل الاجرد، وجبل الاجرد من جبال الفدره غرب المدينه المنوره، فاثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مثبت وفي في 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 السنن. والحقيقه هذه منطقه تشتهر، المناطق تشتهر بالعسل كما تشاهدون امامكم على الشاشه الان، في قمه جبال. طبعا ننحت في الصخور اللي ترونها الان، ننحت بالطريقه يعني تكسير الصخور ثم تهيئه المكان للمناحل بطريقه هندسيه جميله، فمن خلالها يعني ياتي النحل ويسكن في المنطقه دي، وبعدين نجي احنا وناخذ قسمنا ونترك له قسمه، والامور هل على هل يعني هذه الطريقه البدايه. طبعا هو هناك هو تجويف صخري او على شكل يعني تجويف مغارات، ونضع فيها اعواد اخشاب يعني من متر تقريبا، طول متر، ويكون اطار الداخلي في حدود يعني 40 سنتي مجوف، فيهيئ مكان حتى باشجار ذات رائحه جميله من اجل النحل ان ياتي ويسكن فيها، ونهيئ له المكان من اجل يرتاح. طبعا نراعي هنا في المكان عدم توجهها للهواء، نعرف مناطقنا احنا يعني الرياح الاكثر اللي هي ممكن تاثر على النحل نحاول نتلافاها، نضع الاشياء ومن ضمنها الان ماده الاسمنت على من اجل اقفال الاماكن. النحل سبحان الله كائن حي او كائن صغير، هذا اللي ربنا اوحاله، هو طبعا يعمل في الظلام الدامس، يعني حتى احنا مقفلين عليه، واحنا اذا جينا نبغى نشتغل عنده لازم تكون معنا اناره، وهو سبحان الله بالعكس يعمل في
أماكن ظلام ويعمل السداسيات اللي نشوفونها خلفنا ونشوفها عندنا بطريقة هندسية عجيبة لا يمكن للإنسان حتى ممكن صناعتها بالأجهزة. فعلا سبحان الله أستاذ دخيل. واسمح لي ننتقل لوليد، يعني ما شاء الله عليك وليد، أنت سرت على خطى الوالد في هذا النشاط، فكلمني عن أكثر شيء تعلمته في هذا المجال. أهلا وسهلا. هو صحيح يعني كل فخر واعتزاز احنا قاعدين يعني اليوم نجدد هذا الموروث الشعبي الأصيل والقديم، وهي طبعا يعني طريقة أكيد فيها نوع من الخطورة، خطورة كبيرة صراحة. أنا قبل لا أتكلم عن أكثر شيء تعلمت حاب أني أتكلم عن يعني أول موقف صار لي في أول مرة رحت أجني فيها العسل في طلوع الجبال. يعني ما كنت ماخذ الموضوع من يعني بجدية خلينا نقول، فكنت يعني ماني متجهز زين، مش لابس زين، هو في هايكينج وفي يعني خطورة شوي، فسلمنا الله يومها ويعني ما طحت، لأنه فعلا هالأمر هذا الله يسلمك، فهو الأمر هذا يعني يحتاج له نوع من الجدية، ويحتاج له كذلك أن الواحد يكون حذر. المناطق اللي احنا قاعدين نطلع لها مناطق وعرة وصعبة جدا. طبعا خلينا نقول أكثر شيء تعلمته هو العمل الجماعي، روح الجماعة لما احنا نشتغل كلنا سوا، اللي يروح يحدد وين مكان الخلية عشان نجني منها العسل، واللي يعني كل واحد بيكون له دور. وطبعا أكيد يعني هذا جدول متكامل طيلة اليوم، يعني نروح هناك ونسمر ونغني ونقصد نطرب النحل شوي عشان يعني كمان يتوصى فينا بالعسل. جميل. طيب وليد، يعني ما هو الاختلاف في القيمة الغذائية لهذا النوع من العسل، خصوصا أن المرعى مختلف؟ هو فعلا فيه اختلاف القيمة الغذائية والقيمة الشفائية كذلك، لأنه احنا قاعدين نتكلم عن عسل أورجانيك 100%، يعني احنا ما نتدخل فيه نهائيا، احنا بس نحدد له المكان اللي هو بيشتغل فيه، وبعد ذلك بنروح ونجني، غير كذا احنا نهائيا ما نتدخل بأي شيء ثاني. طب بما أنك تكلمت عن الخطورة في جمع العسل وعدم التعرض للأذى، اسمح لي أوجه سؤالي للأستاذ دخيل. يعني كهوف العسل سبحان الله إعجاز عجيب وغريب من رب العالمين، فكيف ممكن توصف لنا هذه الكهوف؟ لا شك طبعا هي، أنا بتمس الوليد العذر لأنه يعني غير ممارس جيد بعكس اخوانه الاخرين، هو ما شاء الله ربما كان يعني في السنوات الاخيره، لكن في ابناء الاخرين وابناء اقاربنا كانوا منذ الطفوله يتعاملون مع الجبال وتعلموا صعود الجبال، وهو يعني يكون فيها نوع من الممارسه. كل ما مارست في معلش احنا عندنا هواء شوي هنا السماعات طبعا الاجواء جميله في الرياض. ايوه لا جميله ولكننا في نسمه هواء جميله كذلك، فمن هنا من هالمنطلق هذا يكون يا استاذه يعني فيها نوعيه من طبعا فيه احيان. انا ابغى وليد كمان يتحدث عن الطريقه اللي شاهدها، طبعا شاهدها عن بعد، عن كيفية استخراج العسل من المناطق الصخرية العالية. طبعا يكون فيها سلالم حديدية وأحيانا بالحبال، ننزل من صخور تقريبا إلى حدود 50 متر صخرة، ولكن هذه تحتاج إلى متمرسين، هيكون جبلي من كبار السن من أهلنا، اللي طبعا احنا مجموعه وخلفنا مجموعات كبيره، المدينه وجبال المدينه غربها وشمالها وشرقها وجنوبها كلهم يمارسون، وبالاضافه الى حدود مكه وفي مناطق كذلك في الطائف نفس وفي الجنوب، في اهلنا كمان في اليمن، في اجزاء كبيره من الوطن العربي يمارسون هذه المهنه ولكنها قربت تندثر. ولكن مع التطوير مع الرؤيه الحقيقه المباركه احنا والله فعلا وجدنا حتى من الوزاره في تشجيع لنا انه النحالين الجبال، واصبح يعني اعطتنا دافع قوي لنا ولابنائنا. انا والله عندي واحد من ابنائي تقريبا
عمره في العشر سنوات ويمارس المهنة الحمد لله، ولكن في المدينة اي والله الحمد لله وبيتقان حتى يتعامل مع النحل ولا يخشى من لسعات النحل، ويتعامل مع النحل بطريقة احترافية وكذا، بينهم ود وبينهم حب وبينهم عشق وبينهم شيء جميل يعني. وهذه النحل مخلوق، معليش، النحل مخلوق عجيب، مخلوق سبحان الله ربنا سخر لنا أن نتعامل معه يعني، حتى أنه أكثر، معليش اسمحوا لي في الجملة دي، تنظيمنا الإنسان من البشر مننا يعني، يعلمنا النظام فعلا سبحان الله، يعلمنا النظام والاحترام، وفي حتى أنه في هناك يعني مجموعات طبية، مجموعات هندسية، مجموعات استكشاف، مهندسين يشوفون الموقع يشرفون عليه، كل فريق، كل خلية عندها فريق معين، ولكن اللغة كلها لغة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلا ونعم بالله. يعني إيه نعم، حتى إذا أتت نحلة من الخارج وهي كانت مريضة، أنا شاهدها في مناحل في الجبال اللي أمامكم، والله يجلس لها مجموعة كذا يعني شبيهة للممارسين الصحيين، استشفاء استشفاء، تأخذها على جنب، تحاول إذا شافت إن ما فيها طب وهذا تأخذها أربعة وخمسة من النحلات وتنقلها بطريقة بالقوة وتخرجها خارج الخلية وتبعد عن الخلية، أو حتى أحيانا يعني تأخذ جنحانها عشان ما تطير وتقص جنحانها وعشان ما ترجع للخلية، عشان ما، ليه؟ لأنها ممكن أن تنقل العدوى أو المرض أو تكون للخلية الجن. صحيح. حمستنا كثير نسمع من وليد كيف بيتم جمع العسل في الخطورة هذه اللي شايفينها، احكي لنا وليد. طبعا زي ما قلت، زي ما تفضلت، عفوا، الموضوع فيه شوية خطورة، لكن بحكم اننا يعني ممارسين لهذه المهنة فأصبح يعني شيء روتيني. وفي البداية احنا بنحدد فين مكان الخلية، وبعد ذلك بنصعد للجبل، وطبعا معانا المعدات الخاصة اللي حنحتاجها لجني العسل، وبعد ذلك يعني بننزل من الجبل. طبعا احيانا قد تمتد العملية هذه الى يوم او يومين يعني، حسب المسافة وحسب البعد إلى ذلك. ما شاء الله تبارك الله. وتكون طبعا داخل كهوف، صحيح؟ صح صح صح، أكيد هي وتكون داخل كهوف، إحنا بنسميها الخشب، لكن نعم هي بالنهاية داخل كهوف وبنستخرج منها العسل. طب ما هي العوامل اللي ممكن ترفع الإنتاجية عادة؟ والله يعني العوامل اللي ممكن ترفع الإنتاجية، أكيد طبعا أول شيء يجب المقام الأول هو الطقس، إذا كان الطقس جيد فهذا يعني أنه إن شاء الله الإنتاج بيكون كذلك جيد. غير كذا تنوع الأزهار داخل المنطقة أو في الجبل اللي موجودة في الخلية، هذه العوامل يعني هي خلينا نقول أكثر العوامل اللي ممكن تساهم بأن الإنتاج يكون جيد. جميل جدا، نتمنى لكم أكيد كل التوفيق أستاذ دخيل ووليد، ونورتونا وشرفتونا بالبرنامج، يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. الله يحفظكم، وإن شاء الله أتمنى منكم تزوروا منطقتنا في الفقرة وتذوقوا عسل الفقرة، وخاصة أنت أستاذة المبدعة، واللي والله نتشرف فيكم جميع وفي الطاقم الجميل، وشكرا من الأعماق، أنا بالنيابة عني من أهل المدينة وأهل المناحل الجبلية على مستوى العالم العربي نقول لكم شكرا، لأنكم يعني أظهرتونا، وإحنا نحاول فعلا بما تعني الكلمة أننا يعني نثقف الناس كيف العسل، أنواع فرق العسل المستورد من العسل الوطني البلدي اللي احنا نخرجه بيدينا وبيدين ابنائنا واحنا نشرف عليه. ويهمنا في المقام الاول والله اننا نعطي اهلنا في كل مكان العسل الجيد اللي يستحقون انهم هم يشتروها وياخذوها، واكثر ما يكون همنا الوحيد ثقافة الناس وخاصة الكبار السن. أنا يحزنني لما أنا أشاهد شوكولاتة أو سكر في الطفل وأقدم له شيء من العسل ويقول لي والده لا ما عليه، شو ما يأكل وما يحب العسل، طيب والشوكولاتة والأشياء المسمومة هذه هي المهمة. إحنا هنا والله معليش لو طلت عليكم، ولكن بالفعل إحنا قاعدين نحاول ندي رسالة، مش الهدف بيع وربح، البيع أونلاين الآن الحمد لله والأمور طيبة جدا ونبيع في أي مكان في العالم، حتى إنه زارنا
ايطالي انتم عرضتوه قبل شويه، والله من ايطاليا جو بيشوفون جوده العسل، لان عسل المدينه حصل على اكثر من 3 جوائز عالميه على مستوى العالم، يعني مشاركه دول يمكن 135 دوله اوروبيه واسيويه ومن انحاء العالم، وفاز 3 مرات ومثبته عسل المدينه هي الحمد لله، والعسل الجبري خاصه، وهذا دفعهم يعني اللي تعرفين الناس الاوروبيين يحبون يبحثون، وجاء فريق معنا وعرضتوا انتم على الشاشه وشاهدوا كيف كميه الاشجار المتنوعه والازهار والزهريه، وشاهدوا معنا كذلك ان في جبال الفقره وفي جبل ورقان وفي جبل رضوه وفي الاجرد وفي جبل عوف وفي الجبال اللي قريبه لمنطقه المدينه المنوره جبل صبح ومناطق على، وهذه ربما يكون هناك استاذه معليش بركه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما زار ودعا للمناطق هذه، ربما هذه جوده العسل وجو وارضها المباركه المدينه لا يسع المجال ان اتحدث عنها مهما كان، ولكن على ساكنها افضل الصلاه والسلام. انا احييكم واشيد بهذا البرنامج اللي فعلا ساعه شباب، ساعه نفتخر انا وانا مخضرم اني اخرج مع هالمجموعه الطيبه دي، ومن خلال هذه الشاشه الراقية ومن هالأسلوب الراقي ومن التعامل من الزملاء اللي والله فعلا نرفع لهم العقال ونقول لهم بيض الله وجيه. أحرجتنا أستاذ دخيل، ولكن أكيد هذا واجبنا، وبإذن الله نزوركم قريبا في المعرض وأيضا في المدينة المنورة. شكرا لكم. يشرفك. شكرا يا أهلا وسهلا. مشاهدينا مكملين معكم بعد الفاصل، فنون الخطابة والإلقاء مهارات تطور الشخصية.